السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من زمان ما طلعنا لكم فيديو أخبار، طبعا في وايد أخبار ووايد أحداث صارت. حدث واحد كان وايد مهم اللي هو إيثري. نبلش معاكم بأبرز المواضيع عندنا خلال الأيام اللي طافت. عندنا أول شيء بنتكلم عنه لعبة Last of Us 2، وايد تكلمنا عنها أدري، لكن في خبر وايد أو هنت أو تيزر طلع وايد حلو. أشلي جونسون اللي هي مؤدية صوت إلي كانت المقابلة، والمذيع سألها يعني نوع من أنواع السؤال، قال لها متى راح تنزل اللعبة، وقالت the game will be released in Feb وسكتت. February يعني ما كله فبراير. احنا ما ندري اذا هذا الخبر صحيح ولا لا، لان طلعوا مطورين اللعبة وقالوا ان هذه اشاعة، ممكن هم قاعد يقولون كذي قاعد يطمطمون على ريليس ديت. بس في وايد اخبار ايضا طلعت ان اللعبة تأجلت ل 2020، فممكن هذا الخبر صحيح. الموضوع اللي راح اتكلم عنه ثاني هم يتعلق وحصري حق بلاي ستيشن 4، هي لعبة Ghost of Tsushima. لعبة الساموراي وايد قوية، وايد منتظرة، حلوة. في اخبار تقول ان اللعبة راح تنزل السنة هذه اللي هي 2019، لكن بدون موعد اصدار محدد. من خلال الدراسات او تقارير سوني بلاي ستيشن المالية اللي يسمونها اللي هي الفسكالير السنة المالية مالتهم، حاطين ان لعبة Ghost of Tsushima راح تنزل بعام 2019 بس. يعني انا اتمنى يعني ان شاء الله مو كل شيء 2020. صح ان عندنا وايد العاب قوية ب 2019، لكن حصريات سوني ترى مو وايد. في اخبار تقول ان مواصفات جهاز البلاي ستيشن 5 اللي ما اعلنوا عنها بشكل كامل ورسمي راح تكون اقوى من جهاز اكس بوكس الجديد اللي هو بروجكت سكارلت. معلومه سريعه يا جماعه، ترى اسم الجهاز مو بروجكت سكارلت، طلع فيل سبنسر اللي هو رئيس اكس بوكس وقال احنا ما سمينا الجهاز الجديد للحين، فممكن لما ينزل يكون في اديشن معين اسمه بروجكت سكارلت. وايضا في اخبار تقول ان الجهازين اجهزه الجيل الجديد اللي هما الاكس بوكس والبلاي ستيشن 5 راح يكونون مقاربين لاسعار $399. احنا ما ندري للحين، وايضا راح يتم الاعلان عن اسعارهم خلال اقرب وقت، هذا على حسب تصريحاتهم. E3، اتوقع الكل شاف E3، واتوقع ايضا اغلبكم ما راح يختلف على المعلومه اللي راح اقولها، ان سايبر بانك لعبه سايبر بانك 2077 اعلى مشاهدات بحدث E3 اللي طاف. مو بس انتم ما راح تختلفون معي، وايد ناس ما تختلف معي عالميا ايضا. وفعلا اللعبه اخذت صيت وايد كبير، وانا اقولها شخصيا وبكل ثقه الفضل كله يرجع حق ظهور الممثل العالمي كيانو ريفز. يعني بقمه شهرته طلع واعلن عن لعبه سايبر بانك والريليس ديت، وايضا هو راح يكون كشخصيه مهمه. للعلم يا جماعه ما راح يكون قابل للعب، راح يكون NPC. شنو يعني NPC؟ نون بلايبل كاركتر، شخصيه غير قابله للعب. يقولون من كثر ما كيانو ريفز كان وجوده وايد مهم بحدث مايكروسوفت وتحديدا بسايبر بانك، راح يدش بالعاب ثانيه، احتمال كبير انه يدش بالعاب ثانيه، واحتمال ايضا كبير انه يدش بافلام مارفل. مارفل قاعد تفكر بشكل جدي انه تاخذه حق سلسله افلامها. انتم تشوفون انه يسوى الموضوع؟ يعني هذا طلع الممثل واعلن عن سايبر بانك وسوى هالضجه هذه كلها. استوديو بلاتينيوم، استوديو بلاتينيوم طبعا مشهور بالعاب بايونتا، بالعاب مثل جير رايزنج، العاب الهاكن سلاش بشكل عام. رئيس الاستوديو طلع وتكلم. طبعا انتوا عشان تعرفون شغله، رؤساء الاستوديو عندهم معلومات احنا ما نعرفها قبل كل الناس عن اجهزه الجيل الجديد اللي راح تنزل. طلع رئيس استوديو بلاتينيوم مصرح وقال اجهزه الجيل الجديد اللي راح تنزل مش ولا بد على قولتهم، يعني ما راح تكون بذيك القوه. يعني هو كونه كمطور، كونه كرئيس استوديو، طبعا عنده المعلومات الكافية وعنده الأخبار اليقينة على قولتهم. أنا ما أتفق مع كلامه ولا أتفق مع أي أحد ثاني إلا لما نشوف الشيء هذا نفسه، لكن هما أبخص لأن هما اللي راح يسوون لنا الألعاب. فهل أنتوا شخصيا تتوقعون أجهزة الجيل الجديد ما راح تعطينا المستوى اللي إحنا متوقعينه ولا لا؟ قبل فترة طلعوا نينتندو وصرحوا وقالوا إن إحنا ما راح ننزل جهاز جديد او نسخه جديده من جهاز نينتندو سويتش، قالوها يعني بصريح العباره في موقع خاص او مختص باكسسوارات الاجهزه. قبل فتره طلع اكسسوارات خاصه او حط اعلان عن الاكسسوارات الخاصه حق جهاز نينتندو سويتش ميني. شنو يعني نينتندو سويتش ميني؟ مو ميني اللي قاعد هناك، لا، جهاز ميني. في احتماليه كبيره انه ينزل نسخه مصغره من جهاز نينتندو سويتش. يعني انا اشوف انه بروح الجهاز
حجمه زين يعني، بعد بتصغرونه زيادة ما أشوف إنه ما له داعي كلش. فهذه كانت أبرز المواضيع اللي عندنا، وبالنهاية شاركونا أنتوا الأهم رأيكم تحت بالكومنتات، شنو أكثر خبر شدكم؟ لا تنسون الاشتراك بالقناة واللايك وتنشرون هذا الفيديو، وأيضا تابعوا حساباتنا على سناب شات، تويتر، إنستغرام، هب كي دبليو. يعطيكم العافية، فما الله.